بالله بالله، ايه عاوز ايه؟ السؤال الاول انت ما ذاكرتش ليه؟ انا ما حدش ياخد مجهود، شايف كده يعني؟ انا كنت بهزر معاك بس. ده كده اظبط في كل الاسئله دي يا اسطى. عاوز انت كمان حياة امك السؤال الاول. ايه السؤال الاول؟ ابويا في شكله حياة امك واحد. ماشي حاضر. شوف يا اسطى، مش شايف يا اسطى؟ انا مش شايف. طب معلش، مليني انا بسمع كويس. اكتب الهدف من تحقيق الربح. ايه يا عم انجز بقى. الهدف من تحقيق الربح. ايه الهدف من تحقيق الربح؟ يا عم ما تعلي صوتك يا عم، يا عم علي صوتك يا عم. يلا يلعن ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واد.